المسألة التي بعد ذلك، المستدرك إن أدرك الإمام في السجود وتبين أنه سجود التلاوة فماذا يقضي بعد السلام؟ هذا الإنسان وجد الناس سجودا، دخل كبر تكبيرة الإحرام ودخل معهم في السجود، بعد ذلك ماذا؟ قام وقام الإمام يعني إلى القيام مباشرة. أولا، كيف يعرف هذا الإنسان أن ذلك السجود سجود تلاوة؟ أرأيت لو أنه قام من الركعة الأولى إلى الركعة الثانية، أرأيت لو أن هذا المأموم يفكر أنها الركعة السجدة الثانية من الركعة الأولى، بعد السجدة هذه ماذا يفعل الإمام؟ الله أكبر، يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صح؟ هنا عاد. إذن في هذه الحالة كيف يعرف المأموم أن هذا السجود سجود التلاوة؟ المأموم إذا وجد الناس في السجود ودخل معهم فقام الإمام، أما يظن هذا أن هذا من القراءة، ما أن في الركعة الأولى أو في الركعة الثالثة، في الركعة الأولى أو الركعة الثالثة سجود الركعة الأولى ولا سجود الركعة الثالثة، صح؟ إذن كيف يتبين؟ يتبين ما يحدثه الإمام بعد ذلك. نحن نعرف أن الصلوات الجهرية هي التي يقرأ فيها بعد الفاتحة، معنى ذلك أن هذا المأموم عندما يقوم يحدث ما يعرف المأموم، هذا الإمام عندما يقوم من صلاة من سجدة التلاوة يحدث ما يعرف المأموم أنها صلاة ماذا؟ أنها سجدة التلاوة، أنها سجدة التلاوة. ماذا يحدث؟ أنه ماذا؟ يواصل القراءة بين السورة، بين السجدة، آية السجدة، قام واصل لآيات بعد آية السجدة، صح؟ أو قرأ قل هو يعني آية، أو أنه يعني لا يقرأ الفاتحة. إذا قرأ الفاتحة نعلم أن ذلك السجود الذي أدركته ليس سجود تلاوة. كيف يقرأ؟ فهو يقوم إذا قام أحدث ركوعا، إذا ركع، إذا قام أحدث ركوعا، إما أن يقرأ قل هو الله أحد، يقرأ أي سورة قصيرة ثم يركع، أو يقوم بتكبيرة حتى ينتصب قائما ثم يركع. هذه الحركة دلت هذا المأموم أن ذلك السجود هو قطعا سجود تلاوة، لأن لو كان سجود الصلاة العادي، السجدة الثانية من الأولى أو السجدة الثانية من الثالثة، لقرأ الفاتحة بعدها، صح؟ إذن في هذه الحالة ماذا؟ هنا يقضي هذا المأموم السجدة الثانية. ما هي السجدة التي يقوم بعدها الإمام إلى القيام مباشرة؟ السجدة الثانية من الركعة الأولى يقوم بعدها إلى الركعة الثانية، السجدة الثانية من الركعة الثالثة يقوم بعدها إلى الركعة الرابعة. نعم، ترى هو الآن، هو ما يعرف، هو الآن دخل عليهم سجود. ما هو محتمل عنده؟ محتمل شيئين، إما أنها تكون الركعة الأولى أو الركعة الرابعة، قاموا بعد ركوع، قاموا بعد سجود في الركعة الأولى أو الركعة الثالثة، صح؟ الآن ما يحدثه الإمام هو الذي يحدد له أي ركعة. نعم، أيها الإخوة الكرام، الآن دخل مأموم على أناس سجد، عندما قاموا ماذا هو، ماذا عنده؟ وجدهم سجودا، تو الركعة الأولى والركعة الثانية هي التي يقوم الإمام من السجود إلى القيام، هذه الركعتين هما اللتان يقوم بعدهما، واضح هذا؟
إذن هو الآن لم يحدد شيء، هو شاف كذلك. إذن عند شيئين، يا إما هذه الركعة الأولى، ويا إما الركعة الثالثة، ويا إما ماذا؟ آية، يا إما ماذا؟ سورة آية تلاوة. إذا آية تلاوة يعرفها ماذا؟ بما يحدث بعدها. إذا قرأ، إذا الإمام قرأ، قام وقرأ الفاتحة، إذن هذه الركعة الأولى التي سجدت الركعة الأولى. إذا قام الإمام وقرأ الفاتحة سرا، إذن هذه السجدة للركعة الثالثة، وقام إلى الركعة الرابعة. إذا قام الإمام وقرأ أو ركع أو أكمل، يعني قرأ غير الفاتحة أو ركع مباشرة، فهي سجدة تلاوة. واضح؟ إذا سجد التلاوة، إذا سجد التلاوة إما أن يكون في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية، فإذا في هذه الحالة يواصل صلاته بعد سجدة التلاوة، ويشوف بعد ما يركع الإمام ويسجد هل يقعد، فإن قعد فتلك ماذا؟ الركعة الثانية. معنى ذلك أنه فاته ماذا؟ الركعة الأولى مع الفاتحة، ودخل هو بعد سجد التلاوة، سجد الإمام سجد التلاوة ثم قام ثم ركع. أما إذا هذا الإمام قام بعد السجود، قام سجد التلاوة، دخل معه في السجود، قام قرأ ركع ثم سجد ثم قام، إذن تلك السجدة كانت في ذا في الركعة الأولى. وهكذا يتصرف في القضاء على حسب الموقع الذي سيكتشفه أثناء صلاته إن شاء الله تبارك وتعالى.